رح نستقبل نحن وانتو كريستال بيدروسيان اخصائية التغذية. اهلا وسهلا فيكي كريستال، اشتقنا لك. كيفك؟ الحمد لله. انت كريستال كنا عم نحكي نحن ودكتور رنا عن مشاكل البنكرياس، هل صح. ممكن النظام الغذائي كمان يؤدي لمشاكل والتهابات بالبنكرياس؟ هلا من خلال كل المشاكل المعقولة تصير بالبنكرياس، الشغلة الوحيدة المعقولة يكون مأثرة او لها تأثير الاكل عليه هي مرض السكري تايب 2 او النوع الثاني، مش السكري تايب 1. هو اذا بدك اكثر مشكله صحيه معقوله يعاني منها البنكرياس، بتبلش الشغله بانسولين ريزيستنس، يعني الانسولين اللي هي الهرمون اللي نحن بحاجه لها تندخل السكر على الخليه، بتكون ما عم تشتغل مزبوط او جسمنا ما عم بيقريها مزبوط، بصير البنكرياس يطلب انه يفرز بعد اكثر انسولين، بصير يزيد هالانسولين بالجسم لحد انه البنكرياس بيتعب وببطل يفرز انسولين. بهيدي الطريقه بيكون الشخص صحي ما عنده اي مشكله صحيه، بصير عنده بري دايابيتس يعني المرحله ما قبل السكري، وبيتحول لمرض سكري. بينما الالتهاب المعقول يصير بالبنكرياس هي ب 30% الحاله اللي حكيتوا عنها اللي هو من سبب الكحول. طيب كريستال كيف ممكن نحمي البنكرياس من النشاط الزايد خاصه عند الاشخاص اللي بيعانوا من السكري؟ اوكي، بدنا نحكي عن كيف نتجنب البريفنشن لشخص يصير معه سكري او للاشخاص اللي عندهم ما قبل السكري تما يتحولوا ويصير معهم سكري. ثلاث نقاط اساسيين لازم نشتغل عليهم اللي هو الوزن الزايد، نوعيه الاكل، والرياضه. نحن بنعرف تقريبا من 10 ل 20% من المشاكل الصحيه اللي بتصير اللي هي مرض السكري هي وراثيه، بينما الباقي كله هو شيء نحن قادرين نعمله ونغيره حتى ما يصير عندنا هالمشكله. فهالثلاث نقاط اذا بنشتغل عليهم نقدر نتجنب المشاكل الصحيه المعقوله تصير. نعم، طيب خلينا نرجع شوي نحكي عن العامل الاول اللي هو الوزن الزايد، كيف الوزن الزايد ممكن يساعد للوقايه من السكري؟ فرجت الدراسات انه الاشخاص اللي عندها وزن زايد هي معرضة أكثر لمرض السكري، بالتالي كل شخص عنده وزن زايد بده ينتبه ويخفف وزنه. ولحسن الحظ كمان الدراسات فرجت أنه بيكفي تنزلي 5 ل 10% من وزنك تتحسني معدل السكري تبعك. كل ما نحن بضلوا معدل السكري تبعنا طبيعي وجيد بنكون عم نحمي البنكرياس تبعنا، بنكون عم نحمي جسمنا. فبس 5 ل 10%، يعني اذا شخص وزنه 100 كيلو اذا نزل 5 ل 10 بكون كثير. يعني قد تقريبا معدل الوزن؟ قد ايه لازم يكون الوزن؟ كل شخص هلا بالبيت فيه يستعمل هيدا الحساب البسيط اللي هو مؤشر كتله الجسم. هو حساب الوزن بنعمله ديفايدد باي الطول، مربع الطول، يعني وزننا بالكيلو بنقسمه مرتين على طولنا بالمتر، بالتالي رح يطلع معنا رقم. اذا هيدا الرقم طلع اكثر من 25 يعني نحن بنعاني من زياده وزن، اذا اكثر من 30 من بدانه. اللي عندهم زياده وزن والبدانه هن اكثر اشخاص لازم ينتبهوا تيخفضوا من وزنهم. بس ما ننسى انه في رجال، في رياضيين، واكيد المراه الحامل مرات هيدا الحساب منه لالون لانه عندهم عضل زياده، او المراه الحامل يعني بتحمل ولد زياده مش تيجي تعمل الحساب وتلاقي انه. طيب كريستال كيف تنصحي ينزلوا وزنهم، خاصه انه بنشوف انه في نظام غذائي او دايت نشوفه على الانترنت وجوجل، كثير من الاخصائيين التغذيه بيقولوا هذا الشيء منه منيح ابدا، فكيف تنصحوا ينزلوا وزنهم؟ صح، في كثير دايتس معقول يفوتوا ويقروها على الانترنت تكون مش صحيه، وفي منهم صحيه. اول شيء بدهم يتاكدوا من مصدر هذا الدايت. نعم. ودائما بننصحهم على القليله يزوروا اختصاصيه التغذيه مره واحده تيعرفوا هن قد ايه وزنهم، شو في بجسمهم، عضلهم، دهونهم، وحتى هذا الشيء بيتغير معهم مع الوقت، يعني بتصير شوي صعبه لما بيتغير الظروف معهم، ولكن كفكره عاميه فيهم يكون عندهم النصائح الصحيه واللي بيقدروا يستفيدوا منها من دون ما يعوزوا شخص، ولكن اكيد دائما ينتبهوا على المعلومات اللي عم بيقروها. نعم، طب بالنسبه للرياضه كيف بتساعد على الوقاية؟ الرياضة من خلال أول شيء الكارديو اكزرسايز، يعني أنواع الرياضة اللي بتتطلب نفس سريع، دقات القلب تعلى، يعني عم نحكي المشي السريع، الركض، البايسيكل، السباحة، هدول الأنواع من الرياضة كثير صحية لأنه بتساعدنا على تخفيف الوزن. قلنا تخفيف الوزن بساعدنا على الحماية ضد مرض السكري. هون قد إيه لازم نتمرن؟ هيدول الانواع من التمارين بدنا نعملهم 5 مرات بالاسبوع، كل يوم نص ساعة. اما اليومين التانيين صح
كتار، بس هيدا هو يعني لازم يكون كل يوم عم نفكر انه نعمل نوع من الرياضه. هلا رح اقول لك انا شو هو المفروض، ورح ساعد الاشخاص اللي بحسوا انه كثير كتار مثل ما تفضلتي وقلتي كيف يقدروا يعملوا هيدا الشيء. نحن بننصح كل يوم نص ساعه على 5 ايام، ويومين بالاسبوع نحمل اوزان، لانه فرجت الدراسات اذا بنحمل اوزان حتى النساء هيدا الشيء كثير بيساعدهم، اول شيء لخساره الوزن، وحتى العضل يستعمل بطريقه مضبوطه السكر، بالتالي معدل السكر رح يتحسن. هلا الاشخاص اللي ما بيقدروا، دائما نبلش على الخفيف، نبلش 3 مرات بالاسبوع، اذا ما عندنا وقت انه نخصصه نص ساعه كل يوم، نجمعهم بمده ساعه يوم اي يوم لا. حتى لو ما لقينا وقت، اذا عملنا قصص بسيطه خلال النهار، تحركنا، ما اخذنا الاسانسير طلعنا على الدرج، صفينا بعيد، ما اخذنا اذا بدك الطريق السريع حتى نوصل للمحل اللي نحن بدنا اياه، كلهم هدول بجمعوا حتى يفيدونا وحتى نكون عم نعمل رياضه صحيه. نعم، كريستال، الى جانب النظام الغذائي اللي لازم نتبعه اللي حضرتك قلتي لنا عليه والرياضه، هون قد ايه يعني الواحد لازم يخسر بالجمعه؟ قد ايه المعدل؟ عاده نحن بنقول من نص كيلو لكيلو بالاسبوع، بس فينا ننزل مرات اكثر على انواع معينه من الحميات الغذائيه، ولكن هون بدها تكون بمتابعه اختصاصي التغذيه، لانه اذا عم بيضعف اكثر من كيلو بالجمعه يعني اكيد عم بيعمل دايت شوي سريع او على ذوقه او بس مبني على الفواكه او بس الخضار او الشوربه، هدول انواع الدايت. كاخصائيه تغذيه، شو النظام اللي بتعطيه للشخص لحتى يخسر هالقد بالاسبوع؟ اوكي، هلا اللي بدنا نحكي فيه هو مش بس يخسر وزن، كرمال يكون معدل السكر عنده طبيعي. لما بدنا نحكي عن الدايت بنحكي عن شيء اسمه كربوهيدرات. شو هو الكربوهيدرات؟ بنفكر النشويات. ولكن بدي اقوله هو 3 اقسام، وما لازم ابدا نتجنب واحد او ما نفكر بواحد من هالثلاثه. اول قسم بالاكل اللي هو الكربوهيدرات هن النشويات، خبز، رز، معكرونه، بطاطا، الفرنجي، كل هدول الانواع. ثاني قسم والاشخاص بينسوا هي الفواكه. كل اقسام الفواكه فيها كربوهيدرات، ونوع السكر تبعه اسمه فريكتوز، مثله مثل الموجود. شو بيفرق هيدا الخبز عن الخبز الابيض العادي؟ هيدا الخبز حبه كامله فيه الياف، اولا نشبع اكثر، ثانيا للسكري بيمتصوا الجسم بطريقه ببطء اكثر، بالتالي معدل السكر ما بيعلى كثير، ونحن دائما بدنا نخلي بذهننا انه ما بدنا معدل السكر يعلى بشكل مفاجئ. بالتالي عنا النشويات، عنا الفواكه، وعنا ثالث قسم اللي هو الحليب ومشتقاته، فيه نوع من السكر اللي اسمه لاكتوز. اخر شيء اكيد رح نحكي عن الحلويات، من بيناتهم الشوكولا. خلينا نحكي عن الحلويات، بس قبل خلينا نجاوب على سهيلة. اهلا وسهلا فيك يا سهيلة. اذا بتريدي، انا عندي حفيدي عمره 3 سنين، اجى سكري هلا قريب من شهرين، فبدي اسالي اخصائيه التغذيه مشان انه شو الاكل لحتى نقدر نعطيه ونشوف البنكرياس عنده شو صار، أنا طلع عنده سكري عالي. وقت طلع عنده سكري عالي يعني وصل بال 300. صح، بس عنده ابنك مرض سكري نوع اول، مزبوط؟ قال لك الحكيم شيء بسموه تايب 1 نوع الاول. إيه اكيد هو التايب 1. صح، بس صاير عم ياخذ انسولين. أوكي. اكيد، وفي ريجيم عم يعملوا له اياه. هو حفيدي. اوكي، لكن رح نجاوبه. الله يخلي لك اياه. الله يسلمك، ميرسي. بس حابه اعرف انه الاكل الريجيم بده يكون اكيد من دون نشويات ودهون. اوكي، رح نجاوب لك انا على السؤال. اوكي، اول شيء لازم نعرف انه مرض السكري تايب 1 هو غير مرض السكري تايب 2. تايب 2 من وراء النصاحه وما نعمل رياضه وما ناكل مزبوط، اما التايب 1 مثل ما تفضلت وقالت عمره 3 سنين معه سكري تايب 1، يعني هذا غير نوع سكري من الاول، البنكرياس عنده مشكله. ما بياثر عليه لبعدين هو لازم ياخذ انسولين من هذا العمر، ودائما لازم يكون اكله مناسب مع الانسولين. اكيد انا بنصحه يروح عند اختصاصي التغذيه، لانه المتابعه كثير دقيقه حتى ما يقشط السكري معه ولا يعلى. ولكن فيها تستفيد من الافكار اللي رح نحكيها اليوم، ولكن ضروري كرمال ينمى مزبوط عند المريض السكري تايب 1 لازم يتابع من اختصاصي التغذيه. طيب هون شو بتنصحيها يعني بنظام غذائي معين، وخاصه عمره 3 سنين؟ بدها تشوف قد ايه عم بياخذ انسولين،
وقد ايه وزنه، وتضل عم تراقب اذا وزنه بالنسبه لطوله عم بيكون مزبوط، لانه اكثر شيء بنخاف بالتايب 1 انه ما يطول مزبوط، ما ينمى مزبوط وما ينسح مزبوط، يعني شوي عكس التايب 2، فهو كثير دقيق. وبس لازم تعرف قد ايه الانسولين، وما لازم انه نمنعه عن النشويات. رح تعرف هلا من القصص اللي رح نقولها انه لا، مثله مثل غيره مريض سكري ان كان تايب 1 او تايب 2 او شخص بس بيعاني من زياده وزن له حق ياكل منهم كلهم. نعم، كنا عم نحكي شوي عن السكر والشوكولا. صح. عندنا لكنا ثلاثة أقسام اللي هي الكربوهيدرات، وعندنا الشوكولا أكيد. نعم. والحلويات، هدول كلهم بيشبهوا بعض من ناحية إنه بجسمنا معدل السكري تقريبا رح يكون هو ذاته، أو بيعطينا سكر هو ذاته. في كثير أشخاص بيوقفوا الخبز بيقولوا لي باكل ثلاث أربع فواكه بالنهار، ما عملوا شيء. فيهم كانوا ياكلوا الخبزة وفيهم ياكلوا حبة الفواكه وياكلوا شقفة شوكولا صغيرة، فهو ما في شيء ممنوع، لازم نعرف كيف نقسمهم خلال النهار. هيدي الخبزة اللي هي أبعد خبز. نعم. قد نص فرنجة، يعني فينا كل يوم ننقي أو ها أو ها. حبة الفواكه إن كانت موزة أو تفاحة أو برتقانة كلها تعتبر 1-1-1، بنعدها واحد. وعندنا كبات الحليب كمان واحد. نحن قلنا حق بعدد معين من الكربوهيدرات بالنهار، بس المهم ما ننسى اي قسم منه، مش بس نعد النشويات. نعم. ونقول انه مريض السكري بس انه يشيل النشويات على جنب. ما في شيء اسمه دايت للسكري، كل شخص لازم يتبع حمية غذائية صحية. صح. رح نكمل موضوعنا، بس في كمان أمينة من الجزائر بتسألك سؤال. أهلا وسهلا فيكي. ألو. ألو، مرحبا. تفضلي أمينة، أهلا وسهلا فيك وبكل أهل الجزائر. ميرسي، أنا بتفكركم كثير على هاي الحصة. بدي أسأل الدكتورة، أنا طولي 1.65 متر. أمينة بس لو سمحت فيك تعلي صوتك. أنا طولي 1.66 متر، وزن 82 كيلو. بدي أعرف شو هو الوزن المثالي، وبتفكركم كثير كثير على الحصة. ونحن بدورنا بنتشكرك. شو مسألة أمينة؟ وزنها 80 كيلو وطولها 1.67 متر. صح. أمينة، وحيلا شخص بالبيت رح يحمل الكالكولاتريس الحسابة، يعمل هذا الحساب 80 بدنا نقسمه ب 1.67 وبعد مرة بنقسمه ب 1.67، رح يطلع مع رقم. إذا أكثر من 25 لازم شوي تخفف من وزنه. نعم. كريستال، بدي اتشكر وجودك معنا والمعلومات اللي اعطيتينا اياها. اكيد رح تطلع علينا مره جديده ببرنامجنا.